الفجر تحب النوم، اسمع الحديث. يوم القيامة رأى الحبيب في الرؤيا المشهورة أن ملكا قائم بصخرة عظيمة ورجل ممدد، فإذا هو يرضخ رأس هذا النائم فتنفجر رأسه وتسيل دماؤه وتتدهده الحجر، تبعد من قوة الضربة تبعد هناك، فيذهب الملك لإحضار الحجر ثم يعود فيعيد الله رأس صاحب هذا الرأس المثلوغ يثلغ رأسه، فإذا هو يثلغ شغال في جهنم عياذا بالله يثلغ رأسه. من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الذي يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. ليه نستيقظ للدوام ولا نستيقظ للفجر؟ لماذا نغضب إذا كان الدوام حل وما ذهبنا، ونطلع الساعة 8 و9 و10 وشوف الساعة